الصحابة رضي الله عنهم كانوا في قضية القبور كانوا حذرين أشد الحذر. هناك أمثلة واقعية في عصر الصحابة رضي الله عنهم. في عهد عمر رضي الله عنه لما علم أن أناسا يتقصدون الصلاة عند شجرة بيعة الرضوان ماذا صنع؟ قام فقطعها. فهذا أصل أصيل متأصل في نفوسهم من التحذير من وسائل الشرك، مع أنهم لم يشركوا لكن يخشى أن يحصل مثل هذا.